بما حضرتك يعني الاسماء الكبيره ولسه، وطبعا وكمان في افلام، اربع افلام مع الزعيم مع عادل امام، طبعا بيتكلم عن زهايمر، بوبوس اللي لعب مع الكبار، وكمان اعتقد كان الواد محروس بتاع الوزير. محروس بتاع كده. الوزير بنتكلم على افلام يعني حاجات علامات يعني طبعا. فاكيد النجوم دول ليهم شخصيه، مش عايز اقارن، ولكن قد ايه الدنيا اختلفت. هو طبعا انا الاستاذ عادل امام ده عشق من زمان، لان انا زميل اخوه الاستاذ عصام امام من مدرسه السعديه لكليه التجاره، وكنا بنروح نذاكر في البيت عنده، وكان بيخش علينا الاستاذ عادل امام بعد المسرح الساعه 2 و3 بالليل ويقعد يهزر معانا. ف مش سواء ان هو الاستاذ عادل لما جيت اشتغل معاه فعلا بيفكك جامد، هزار والبتاع والضحك، وقول لي يلا نكته، وقول لي يلا مش عارف ايه، وقول لي مش عارف ايه، بتحس ان هو يعني انا زيه يعني اصحاب، مش الزعيم. مش الزعيم خالص. الزعيم ده لقب الناس عملته، مش هو اللي عمله. الناس من تقدير الناس ليه، تقدير الناس ليه والسنين، ما شاء الله ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. الشخصيه اللي زي الاستاذ عادل امام في الشغل وفي الكواليس، حضرتك قلت لطيف وبسيط، ولكن اول ما بيبدا الكاميرا، خصوصا مثلا في المسرح، حضرتك ما اشتغلتش مع مسرح، ولكن مسرح ولكن بتشوف الشخصيه ازاي اول ما ما الكاميرا بتدور، بيتحول ازاي؟ هو دوب البعد اللي بيننا وبين بعضينا، دوبه بالهزار قبل ما اخش اعمل مشهد، هو دوبه بقى. انا حاسس ان يعني ممثل يعني عن منك رهبة ده عادل إمام قدامك، من الضحك والهزار اللي مع بعضينا قبل ما نخش نعمل المشهد. ما حسيتش في مرة ان يعني ان ده لا، هو الخضة راحت قبل ما نخش نصور. بالظبط كده. دوب الجليد، دوب الجليد.